أيها الإنسان، ويحك أيها الإنسان، كيف لا تتقي ذلك اليوم الذي يشهد الله فيه عليك، ويشهد الملائكة عليك، وتشهد جوارحك عليك، وتشهد الأرض عليك. سبحان الله، ما أقساك أيها الإنسان، كيف تجرؤ على معاصي الله عز وجل، ولا سيما إذا خلوت بها، والله عز وجل يراك ويسمعك، وسيشهد عليك سبحانه وتعالى، وجوارحك معك، وستشهد عليك بين يدي الله عز وجل، والأرض ستشهد عليك، والملائكة الكرام الحفظة الكاتبون يكتبون ما تفعل، ويكتبون ما تقول، وسيشهدون عليك. ما أقسى القلوب، والله لو أن هذا الكلام نزل على جبل لتصدع، ولكن القلوب قد قست.